السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الساحل. مشاهدينا الكرام، الساحل الغربي من خلال هذا البرنامج يبدو في تفاصيل كثيرة، يسير في الاتجاه الصحيح من مختلف الاتجاهات والمستويات التنموية وأيضا الجاهزية العسكرية، ونتابع نحن في هذا السياق بعض التفاصيل الأخرى الموازية التي ترتبط بحياة الناس. تحدثنا أكثر من مرة عن طريق الكدحة تعز، وسمي في بعض الأطروحات بطريق فك الحصار عن تعز، وهذه حقيقة. الميليشيات الحوثية مشاهدينا الكرام تضرب حصارا خانقا على تعز من النواحي الشرقية والنواحي الشمالية وأيضا الشمالية الشرقية، وبالتالي هناك معاناة كبيرة للناس في هذه المحافظة التي تضم كثافة سكانية كبيرة جدا مقارنة ببقية المحافظات. لذا جاء طريق الكدحة المخا، الكدحة، البيرين، تعز كفاتحة خير وكفك للحصار وكرئة جديدة سيتنفس من خلالها أهلنا في هذه المحافظة. يبدو لكل هذه الأسباب هذا الأمر لم يعجب الميليشيات الحوثية، فاستهدفت أو تستهدف الأمن في هذا الطريق، تستهدف أمن الناس والمدنيين في هذا الطريق، ويبدو أنه تسعى لنشر الخوف والرعب من أجل في واحد من الأهداف، من أجل أن لا يتم استكمال تنفيذ هذا الطريق. ولكن هذه أوهام في عقل هذه الميليشيات، لأنه العمل مستمر والطريق تم تعبيده، ولاحقا سوف يتم استكمال، مش لاحقا، حاليا يتم استكمال أعمال سفلتة ورصف هذا الطريق، وإن شاء الله في الفترة القريبة القادمة سوف يتم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية ليتنفس الناس من جديد بين المخا وتعز. تم استهداف مؤخرا بعض المعدات التي تعمل في هذا الطريق في الشق والرصف والتعبيد، كما قلت، من أجل نشر الرعب بين الناس في هذه المناطق، وربما محاولة لوقف أعمال الأعمال الإنشائية لاستكمال سفلتة هذا الطريق في هذا المشروع الكبير. هذه الخطوة الإرهابية من قبل الميليشيات لاقت استهجان كبير من الناس، ودعوني أستعرض معكم في الرأي العام بعض ما طرح. سأبدأ مع ما طرحه الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويت في حسابه على تويتر، حيث قال: صباح اليوم قامت ميليشيا الحوثي باستهداف معدات شق وسفلة الطريق الكدحة تعز بطائرات مسيرة في جريمة حرب جديدة ضد أهداف تتعلق بالحياة اليومية لملايين المدنيين. الكهنوت الإيراني يصر على قطع كل أسباب الحياة عن اليمنيين، وفي المقدمة المحافظة الأكبر كثافة سكانية في اليمن. الأخ عبد الناصر الممنوح، وهو مدير وكالة 2 ديسمبر ومسؤول الإعلام العسكري في المقاومة، كتب أيضا على حسابه الشخصي في تويتر ما يلي: استهداف ميليشيا إيران معدات شق وسفلة الطريق الكدحة تعز بطيران مسير ينسف ما ورد من تفاؤل في بيان المبعوث الأممي. في هذه التغريدة للأخ عبد الناصر أيضا إشارة إلى أن الأمم المتحدة مع الأسف ليست حاضرة في هذه التفاصيل، وهي تتحدث عن عملية سلام قادمة. فتحية المعمري، وهي مدير عام مكتب حقوق الإنسان في الساحل الغربي، تحدثت على حسابها في تويتر في هذا الموضوع، فقالت:
هدفهم إبقاء تعز محاصرة للأبد. جن جنون مرتزقة إيران فقاموا بضرب معدات شق طريق كسر الحصار الكدحة تعز بطائرات مسيرة، يريدون أن تستمر معاناة أبناء تعز لأنهم يعلمون أن تحرير تعز معناه بداية نهايتهم. الحقيقة أيضا أنه الناس كما قلت كتبوا كثيرا واستهجنوا هذا العمل، ودعوني أواصل استعراض هذه الآراء لأنها تعبر أيضا عن الرأي العام تجاه هذه القضية. مصطفى ناجي قال على حسابه في تويتر: ما فعله أو ما يفعله الحوثي في الهدنة التي يراد تمديدها، يستعد لمعركته القادمة، خذوا ما يحدث لتعز كنموذج، يتجهز لحصار خانق بطيران مسير ويعيق فتح طريق وشريان قادم من المخا، يغتال قادة المقاومة في الأمن والجيش بطيران مسير، يواصل قصف وقنص الخطوط الأمامية. هذه ليست خروقات، هذا تكتيك معركة. بشير عبد الرحمن أيضا في تويتر يقول: الحوثي مستمر باستهداف الكدحة وغيرها لأنه يريد قطع طريق الكدحة كي لا يكون هناك منفذ لأبناء تعز وأن تستمر معاناتهم. إلى متى الصمت على أعمال الحوثي يا مجلسنا الرئاسي؟ هذه أيضا رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي. أعزائي، بعد هذا الاستعراض لهذا الرأي العام أو لهذه الأطروحات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سأذهب إلى تفاصيل أيضا أقرب من خلال اتصال هاتفي مع رئيس شركة الفيصل المنفذة لمشروع المخا الكدحة تعز الأستاذ صامد عياش، وهو معي الآن على الهاتف. أستاذ صامد، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك يا أستاذي. أستاذ صامد، دعنا نبدأ بسؤال حول إلى أين وصل أو نسبة تنفيذ هذا المشروع عشان ندي للناس أيضا جرعة أمل وتفاؤل رغم التهديدات التي تشكلها اليوم الميليشيات الحوثية سواء في هذا المشروع أو بالنسبة لحياة الناس بشكل عام في الساحل الغربي. إلى أين وصلنا في هذا المشروع؟ والله سيدي، احنا وصلنا بالنسبة للمشروع أعمال الشق والقطع والرمل الصخري والغير صخري تم إنجازه كامل 100%، وقبل بداية رمضان بأسبوع تقريبا مرت جميع أنواع المركبات ما فيها القاطرات نقل الغاز وقاطرات نقل النفط، والحمد لله يعني الطريق الآن أصبح طريق يعني تعبر منه جميع أنواع المركبات. طبعا تقدر تقول إحنا يعني أنجزنا يعني الطريق كتعديل كاملة. نعم، كاملة، وإن شاء الله خلال الأسبوعين القادمة سيتم زفلسة أول مقاطع منه إن شاء الله. ولن ينثنينا أي، إحنا طبعا الهجوم كان بالفجر إلى الساعة 10 الصباح، واستمرينا بالعمل من بعد الظهر، لأنه هذا مشروع حيوي، مشروع إنجاز 7 مليون شخص، يعني ما عاد كنت حياتنا أغلى من حياتهم. طيب، بما أنه أنت أشرت إلى الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية بطيران مسير استهدفت فيه بعض المعدات الشق والسفلة في هذا المشروع، ما هو حجم الضرر الذي حصل نتيجة هذا الهجوم الإرهابي؟ والله يا سيدي، الهجمات عبارة عن 3 هجمات. طبعا بالنسبة للطائرات التهديد يعتبر شبه يومي، دائما الشباب ينقلوا لنا انه في طائرات تحلق بالمنطقه، لكن الاستهداف هو عباره تم قصف 3 اماكن. كان المكان الاول كان مكان تجمع المعدات، وتعرضت 2 معدات لاضرار، واحده منهم اضرارها بالغه. المكان الثاني كان لتجمع عمال في احدى العبارات الكبيره، وتضرروا تقريبا 4 عمال. والمكان الثالث طبعا يعني استهداف كان حوالي من الطريق 4 كيلو، مسافه 4 كيلو. والمكان الهدف الثالث كان مكان تجمع اليات معدات كانت واقفه، وتضررت واحده من المعدات. الى اي مدى هذا يمكن ان
يعني يسبب لكم تحدي أنتم كشركة هندسية في تنفذ هذا المشروع الكبير؟ والله إحنا كإدارة إحنا أمس كنا في اجتماع وتناقشنا ودارسنا الوضع مع إدارة يعني مع مدير المشروع والفريق المنفذ. طبعا أثر قبل يومين ما تأثروش الشباب لأنه ما كان فيش أضرار بشرية، لكن أمس بعد استهداف الضابط توفيق الوقار يعني واستشهاده الناس متأثرين، يعني كانوا متأثرين نفسيا جدا، يعني تعرف يعني عمالة وناس بسطاء، فأمس كان في تأثير كبير جدا عليهم على 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 فريق العمل. يعني كأنهم أيضا بيحاولوا من خلال استهداف الناس وأنه ينشروا الرعب في 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 حياة يعني بين الناس في هذه المناطق. بالضبط، يعني الناس يعني تخيل أمس، طبعا أمس لا يخفيك العلم أنه أمس استشهد المقدم توفيق الوقار، يعني أحد ضباط الأمن باستهداف طائرة مسيرة. نعم. يعني أثرها كان كبير جدا، يعني لما الاستشهاد على عمالة وعلى مدنيين كذلك، تعرف الموت يعني خيفة نحكل هنا، الموت مخوف يعني. إن شاء الله تستمر رغم كل شيء، ستستمر الحياة وستستمر النجاحات وتجاوز مثل هذه المعضلات، وإن شاء الله يكون الساحل الغربي منطقة آمنة 100%، وهذا الطريق حيوي جدا والجميع يعني يتفائل به خيرا. وأنت أشرت إلى بالأرقام إلى نسب ممتازة ومشجعة فيما يخص الإنجاز، نتمنى استكمال العمل في هذا المشروع الكبير، وإن شاء الله احنا معكم خطوة بخطوة إلى أن ينتهي أو تنتهي كل الأعمال الإنشائية بما فيها السفلة وكل الأعمال الإنشائية المطلوبة في هذا المشروع الكبير. إن شاء الله احنا نوعدكم ونوعد المواطنين من خلالكم ونوعد القيادة من نعم. خلالكم أنه سيتم تنفيذ المشروع قبل حينه، قبل المدة الزمنية المفروض أن ينتهي منها، وإن شاء الله لن يعني ما بيوقفنا شيء عن التنفيذ، يعني إلا أنه إن الله يقبض أرواحنا. أشكرك كثيرا على هذا التفاؤل وهذا الحماس وهذه الطاقة الإيجابية، إن شاء الله توصل للناس. أيضا الأمم المتحدة يا ريت تكون سامعة هذه الرسالة من هذه الشركة الإنشائية المدنية المنفذة لمشروع مدني في الساحل الغربي والتهديدات الحوثية الإرهابية التي تواجه مثل هذه المشاريع الكبيرة. الأستاذ صامد عياش رئيس شركة الفيصل المنفذة لمشروع طريق المخا الكدحة تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سأذهب أنا وأنتم إلى فاصل، ومن ثم نعود لاستكمال بقية موضوعاتنا في هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. مشاهدينا الكرام، سأتوقف في هذه الحلقة أنا وأنتم في موضوع يتعلق بالمواقع الأثرية في الساحل الغربي. هو موضوع جميل من ناحية ومحزن من ناحية أخرى. جميل من ناحية أنه يرتبط بالثقافة والآثار والمعالم الأثرية الموجودة في الساحل الغربي التي تتحدث عن تاريخنا وفي هذه المنطقة، تاريخ اليمنيين بشكل عام في الساحل الغربي وفي مناطق تهامة. قلعة حيس، قلعة حيس هي قلعة قديمة جدا من الأيام الدولة الرسولية، معلم جميل لها تاريخ. اللي محزن في الموضوع هو وضعها اليوم. صحيح المنطقة خارجة من حرب، صحيح حيس ما زالت في منطقة مواجهات في على حدودها الشمالية مع الميليشيات الحوثية اللي بتستهدف المدنيين وتستهدف الحياة الآمنة بشكل عام في هذه المديريات المحررة، لكن أيضا بإمكان الناس، بإمكان السلطة المحلية، بإمكان المحافظة، بإمكان الدولة أن تقدم شيء للحفاظ على هذه المواقع الأثرية. قلعة حيس ربما بتشاهدوا معي في بعض اللقطات، المكان مش نظيف مع الأسف، القلعة شامخة في المكان اللي هي فيه، بقايا القلعة لو شئنا علشان نحتاج نكون دقيقين، ولكن المخلفات البلاستيكية موجودة في أسفل الموقع، هذا أمر مؤسف حقيقة.
الأمر الآخر تحتاج إلى ترميم. الأمر الثالث هي استخدمت كمقر لبعض المكاتب التنفيذية الحكومية في أوقات سابقة. نتساءل هل حان الوقت اليوم لكي يعني يعاد اعتبار لهذه القلعة ولهذا المعلم التاريخي المهم في حيس؟ ما الذي يتطلبه هذا الأمر؟ أيضا نحن نستثني هنا اهتمامات المنظمات الدولية اللي يهمها أمر المواقع الأثرية في هذه المناطق، يكون لها أيضا دور. أبناء المنطقة والسلطة المحلية أيضا يجب أن تسوق لمثل هذه الفكرة ولهذا المشروع، مشروع الحفاظ على هذه القلعة وغيرها من المواقع الأثرية. فريقنا كان هناك حاضرا في زيارة لهذا الموقع ورصدنا بعض التفاصيل أيضا من خلال لقاءين مهمين مع مدير الثقافة الأستاذ والشاعر الكبير أحمد حمنة، وأيضا مع الكاتب والمؤرخ والمفكر الأستاذ عبد الجبار باجل مدير السياحة. خلونا نسمع ما الذي قاله الأستاذ أحمد والأستاذ عبد الجبار حتى نستطيع أن نحصل على تفاصيل أكثر، فربما أيضا بذلك تكتمل الصورة. خلونا نسمع. كما ترون تبقى من هذه القلعة للأطلال نتيجة الأيادي العابثة التي سلطت عليها، وبدأ السلطة عليها من عام تقريبا 86 حيث تم بناء هذا المبنى الذي كنا في يد المعارضة لقيامه في هذه المنطقة، إلا أن إصرار السلطة المحلية آنذاك أصرت في أن يتم بناء هذا المبنى وهدم السور الموجود في القلعة. وبدأت الأيادي العابثة لتخريب القلعة، والآن قام الأخ عبد الجبار باجل مشكورا بالوقوف أمام الأيادي العابثة ووضع معالم كتحديد للمنطقة. نوجه النداء إلى كافة المعنيين، المنظمات، المجتمع المدني، سلطة محلية، منظمات مختصة في هذا الجانب، النظر إلى هذه القلعة بعين الاعتبار وإعادة تأهيلها عبر الصناديق أو الجانب الحكومي يهتم بهذا الجانب. مع وجود منظمات داعمة ودولية معنية بإعادة بناء مثل هذه الأماكن الأثرية التي هي تعتبر عبارة عن تاريخ للإنسان أينما وجد، فنناشدها ونطالبها بحق التاريخ وبحق الأجيال أن تعيد بناء هذه القلعة، وبناءها لا يكلف ما يكلفه البناء الحديث، وإنما عبارة عن خلب من الطين المخلوط بالحشائش وياجور، وكل هذه المقومات متوفرة في المنطقة ومن السهل على أي جهة داعمة أو متبنية. مناشدة مهمة من خلال المسؤولين في السلطة المحلية، مكتب السياحة ومكتب الثقافة، أمر مهم، وأيضا هؤلاء الناس من النخب المثقفة في المنطقة. أعتقد وأعتبر أن ما قالوها اليوم هو نداء استغاثة، مناشدة لابد منها من أجل الحفاظ على هذا الموقع الأثري. هذا النداء من المعنيين به؟ المعنيون به هم السلطات المحلية، المحافظة، المقاومة ممكن يكون لها أيضا دور في هذا الجانب، الدولة بشكل عام، مجلس القيادة الرئاسي، أيضا المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الثقافي وبالآثار والسياحة في اليمن بشكل عام. أنتقل بكم من حيث إلى المخا، أيضا نتحدث عن السياحة في المخا. كورنيش المخا هو كورنيش جميل وهو متنفس جيد للناس، البحر فيه حلو، الرمل فيه جميل وكويس، بس ينقصه أيضا الخدمات، ينقصه المستثمر القطاع الخاص أنه يجي للساحل يأخذ له مكان يتفاهم مع السلطات المحلية في وفق النظام واللوائح المنظمة للاستثمار السياحي في هذه المواقع، ويقدم خدمات، يوفر خدمات في هذه المناطق للناس. السلطة المحلية أيضا يمكن أن تقوم بهذا الدور. ليش مش حاصل أو ليش الموضوع يمر ببطء؟ مش عارفين. صحيح هناك افتتاح أو تدشين تم في أوقات سابقة
بعض الخدمات في كورنيش المخا. جميل، في بعض الأماكن العشش والمتنزهات للعوائل وللناس، هذا أمر يعني أسعد كل السكان المخا اللي الآن تضاعف فيها السكان وأصبحوا من كل المحافظات. هذا أمر نشجع عليه، ولكن نقول أنه ضمان نظافة الكورنيش وشواطئ بحر المخا مهمة جدا، وخاصة في هذه المناطق. المواد البلاستيكية تحتاج إلى جهود مستمرة وجبارة وكبيرة من أجل التخلص منها، لأنها تضر بالبيئة بشكل عام، وأيضا تسبب مشاكل ومناظر غير لائقة في مثل هذه السواحل وهذه الشطآن الجميلة. دعونا نستمع إلى رأي مسؤولي السياحة في المخا وفي تعز، وهم يتحدثون عن افتتاح وأهمية وضرورة افتتاح وإنشاء مثل هذه المشاريع السياحية على كورنيش المخا. بهذه المناسبة الكريمة تم اليوم افتتاح كورنيش بندر المخا من هذا المكان الجميل، وهو من أهم المقاصد السياحية في محافظة تعز، الذي يعمل على جذب السياح الداخليين من بقية المحافظات اليمنية. بالشكر كل من ساهم وشارك في إعادة تأهيل هذا الكورنيش، وعلى رأسهم الأخ العميد ركن طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وجميع أعضاء السلطة المحلية على رأسهم الأخ الأستاذ نبيل شمسان. هذا كورنيش بندر المخا يعتبر من أهم المقاصد السياحية الشاطئية في المحافظة. زي ما سمعنا هذه يعني تدشين جميل لمثل هذه المشاريع، ونحن نشجع عليها حقيقة في المخا، لأنه كما قلت الكثافة السكانية في المخا تضاعفت، والناس والعوائل محتاجين أيضا يخرجوا للبحر يغيروا جو، وعندما يخرجوا مع عوائلهم لازم يلقوا أيضا الخدمات الأساسية. صحيح الكورنيش مش بعيد عن المدينة، لكن أيضا نحتاج إلى أن نشاهد في الكورنيش بجانب الجمال الطبيعي، نشاهد أيضا مناظر ومنشآت سياحية جميلة تقدم خدمات كويسة للناس، وأيضا النظافة مهمة في هذه المناطق. هذه رسالة أخرى حبينا نوصلها للمعنيين في مديرية المخا من خلال حلقة هذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، نصل بهذا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم، سنلتقي في الأسبوع القادم في موضوعات أيضا جديدة ومتنوعة من الساحل الغربي. هذه تحياتي أنا محمد الردمي وزملائي في فريق العمل في برنامج حديث الساحل، نلتقي على خير، إلى اللقاء.